يتزامن اليوم الموافق 13 من مارس مع مرور عام على إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي تم تدشينه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني. جاء التحالف كأول استجابة من المجتمع المدني بإجراء حوار مجتمعي موسع لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي، لتبدأ مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص. نجح التحالف في ضم 32 كيانا تنمويا وخدميا من رواد العمل المجتمعي في مصر تحت مظلة واحدة بإجمالي 250 ألف متطوع، ليقدم خدماته لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد، مما يعد محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر.